شغال في مقهى نادر حسين. حضرتك عايزك توصف لنا السياحه دلوقتي بقت عامله ازاي واقبال السياح على المكان عندك؟ مفيش وجه هناك خالص. طبعا بعد بص من ورا كان في سياح طبعا محمد مرسي مسك البلد، السياح قلت برضه شويه. طبعا بعد حظر تجوال طبعا كان في سين شغال كتير، فبعد حظر تجوال مفيش اي حاجه جديده، مفيش اي سياح زي ما انت شايف المكان فاضي خالص. ايه بعض المطالب ليكم اللي يعني تطلبوا من الحكومه انها توفرها عشان السياحه تقدر ترجع تاني في الشارع؟ عايزين الامن والامان. ما هو السياح الامن دلوقتي، انت راجل من مصر حضرتك دلوقتي، لو اقول لك في مشكله في الشارع دوت اخلاقي هتروح؟ مش هتروح وانت من بلد. امال الغريب هيجي ازاي واحنا الوضع اللي احنا فيه؟ لازم الامن والامان. السياحه شعار مصر الاول السياحه ما بتيجي بتشغلني، انا بشغل بتاع الاكل وبشغل بتاع المشاريب وبدفع الايجار وبدفع النور، الاساس السياحه. غير السياحه انا ما بشتغلش، انا بقالي كام سنه ما مش عارف امسك جنيه حتى، مش عارف اكل، عندي بكير اصلا مش عارف اعمل ايه. شكرا لله. اسمي اشرف صقر. لا لا حسين، انا طبعا السياحه بالنسبه للسياحه ما فيش سياحه، بالنسبه للسياحه ما فيش سياحه خالص في الوقت الحالي، لا سياحه عرب ولا سياحه اوروبا ولا في اي سياحه خالص. فعلا المنطقه كلها بتعاني من ساعه الموضوع دوت، المنطقه كلها بتعاني من الموضوع ده، يعني ما فيش سياحه، ما فيش شغل، ما فيش حركه، كل العمال بتاعت المحلات هنا كلها قاعده، معظمها قاعد في بيوتها، معظم اللي بيجي هو بيجي يشوف المحل بتاعه والكلام ده وبيمشي. لكن من ناحيه الشغل او في بيزنس او في اي شغل من ساعتها ما فيش اي شغل، ما فيش اي سياحه بتنزل. موضوع حظر التجوال وكل الطوارئ وكده والكلام ده برضه ما فيش كمصريين، ما فيش زي ما انت شايف المنطقه كل العمال اللي قاعده فيها وكل الصناعيه اللي موجوده في البلدان هم اللي موجودين في المنطقه. لكن كسبون كسياحه ما فيش اي سياحه بتنزل دلوقتي، فالمنطقه كلها بتعاني، المنطقه كلها بتعاني من السياحه خالص. فبنتمنى يعني ان الموضوع ده يعدي ويعدي على خير وربنا يصلح حال البلد كده والسياحه ترجع تاني والناس دي تشتغل وتشوف شغلها وتتحسن السياحه والاقتصاد بتاع مصر، لان كلنا وكل الناس دي كلها قاعده. بس مش مشكله، بيقولوا ان الموضوع ده يخلص وموضوع الارهاب اللي في البلد ده يخلص وربنا يعدي على خير. ايه اللي تطلبوه من الحكومه عشان تحسين السياحه وعوده السائح تاني لمنطقه الحسين؟ الامن اهم شيء في البلد دلوقتي، الامن. المنطقه لو اتامنت والبلد لو اتامنت وكده والناس حاسه بامان في مصر، لان مصر بلد الامن والامان زي ما معروف. بس كان موضوع الامن في الفتره اللي فاتت او في الفتره اللي كانت الاخوان ماسكه فيها او من ساعه 25 يناير بمعنى اصح ما كانش في امن. يعني من ساعه 25 يناير بالنسبه للامن جهاز الامن كان واقع خالص، ما كانش في امن خالص نهائي، فده اللي كان مضيع السياحه خالص بصراحه. فربنا سهل والحكومه اللي ماسكه دلوقتي الامن اتظبط، واهم شيء ملف الامن لو اتظبط خلاص البلد هتتظبط وهتصلح حالها ان شاء الله. وكلنا بنقول يا رب، كل الناس اللي قدامك دي بتقول يا رب، ما قدامناش غير ربنا وربنا سهل ان شاء الله. اسمه عمرو سيف، صاحب محل بغداد. تأثر السياحة دلوقتي كله منحصر في الأمن العام، مفيش أمن عندنا هنا أهو بنسبة 10%. عشان كده حتى أو في مصر عشان مفيش حد دلوقتي خايف يجي، خايف ينزل مصر عامة أو ينزل سيدنا الحسين. في شغل في الغداء الأيام اللي فاتت بسيطة جدا، بس دلوقتي مفيش حاجة خالص. إحنا في خان الخليلي عامة مفيش شغل خالص من الأجانب، لأن مفيش تأمين أساسا في خان الخليلي. ماشي، بركة سيدنا الحسين. ايه اللي تطلبوه من الدوله توفره عشان يرجع السائح تاني لمنطقه خان الخليلي؟ اول حاجه نطلب الامن، دي اول حاجه احنا طالبينها. تاني حاجه الناس تهتم بخان الخليلي شويه، لان مش حد كله بيهتم بخان الخليلي، بيهتم بالاقصر واسوان والصعيد وبيهتم بشرم الشيخ والغردقه، لكن خان الخليلي معلوش ما فيش حد بيهتم بيه خالص. يعني حتى لو حد ينزل مثلا الخان ما فيش حد مهتم، ولا ببياع ولا باصحاب محلات ولا الكلام ده كله، ولا بلاط في الشارع نظافه ولا الكلام ده كله.
لان كله بيهتم بره، شرم الشيخ والبحر الاحمر والكلام ده كله، الصعيد وسايب خان الخليلي، مع ان ده اهم حاجه كلها في مصر. يعني اللي مكتوب في الكتاب بتاع الزبون خان الخليلي، يعني البازارات خان الخليلي، ما بيروحش مثلا الهرم والكلام ده كله، في بازارات هناك، كل البازارات موجوده في مصر خان الخليلي، محدش مهتم بيهم خالص، ولا من وزاره السياحه ولا من التجاره ولا حتى من الامن. كان الاول عندنا امن ان هو كتير وكويس وشغالين، لكن دلوقتي ما فيش اي حاجه من الكلام ده كله. طيب انتوا دلوقتي في مثلا حاجه عملتوها هنا في خان الخليلي تجذب السائح؟ انتوا من نفسكم عملتوا حاجه مثلا، نزلتوا اسعار، حاجات زي كده من هذا القبيل؟ يعني اول حاجه ما فيش حاجه اسمها نزلنا اسعار، يعني ما فيش حاجه اسمها مراقبه على الاسعار، ما عندناش اسعار. يعني كله شغال كده، ما فيش مراقبه ولا في اي حاجه على الكلام ده. فكده بتلاقي ما يعني البيع مثلا دي بقى كده بتاعها انت بتفصل انت والزبون، لكن مفيش حاجه اسمها نزلنا اسعار. هل حصل ان في حد من المسؤولين جه هنا واتكلم معاكم عن الوضع الحالي؟ مفيش حد خالص، مفيش. ما انا بقول لك في الكلام في الاول قلت لك مفيش حد بيجي خالص خان الخليلي، ولا مسؤول بيجي خان الخليلي، ولا رئيس حي حتى بيجي، مش هقول لك وزير، ولا رئيس حي بيجي. فتلاقيها كلها ماشيه كده بالبركه، كل واحد عنده محل عاوز حاجه يعملها بيعملها، فرشين في نص الشارع، مفيش رقابه خالص، مفيش شرطه سياحه. فما يعني مين اللي انا لو واحد، لو انا زبون سايح مش هنزل طبعا، لا ابعد، انا مش هنزل لان مفيش رقابه. كان الاول في رقابه وفي كل حاجه، لكن دلوقتي مفيش. والناس هنا بصراحه يعني الناس من يوم 25 لغايه دلوقتي الناس مش لاقيه حاجه. هناك حسن محمد عبده محل الدرن، عندك شايف حال السياحه، هموم الناس، مفيش سياح، مش شغال، مفيش امن. الامن رجع شويه مش زي الاول. انا قطاع السياحه اول حاجه دمر، اخر حاجه دمر. ايه اللي بتطلبوه من الدوله توفره عشان يرجع السياح تاني هنا في منطقه خان الخليلي؟ القضاء على الارهاب. طب الوضع قبل كده كان ازاي السياحه ودلوقتي بقى عامل ازاي؟ قبل 25 يناير كان بعد 25 يناير بدأ في اليوم. طب في حد من المسؤولين نزل يتكلم معاكم هنا قال لكم طمنكم او كده؟ لا مفيش حد خالص. طب انت بتوجه لهم كلمه بتقول لهم ايه يعني؟ عايز يحسوا بالناس اللي شغاله في السياحه. في عمال كتير قوي فقدت شغلها واعمالها بسبب السياحه. اسمي احمد زكي، مندوب هنا في المحل حاج مصطفى عزام. وبالنسبه لحاله السياحه في وضعها الحالي ما فيش اي حاجه في شغل خالص، واقفه حاله السياحه، واقفه بنسبه يعني 5% عن النسبه اللي قبل كده خالص، يعني قبل ثوره 25 او ثوره 30 مليون. الحالة كانت قبل 25 يناير كانت الحالة أفضل بكتير. أما الوقت الحالي دوت ما فيش أي حاجة خالص. في ركود 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 جامد قوي يعني. نتمنى من الأيام اللي جاية إن شاء الله يكون يعني السياحة تبقى يعني تبدأ بانتعاش شوية سنة بسنة كده اهوت يعني. مش تبدأ مرة واحدة كده يعني السياحة، لا هي تدريجيا كده إن شاء الله. ايه اللي بتطلبوه من الدوله توفره عشان السياحه ترجع تاني في خان الخليلي؟ الطلب الاولاني طبعا الامن. ليه؟ الامن بالنسبه للبلد تبقى حاله الاستقرار، فبيعود على الدول اللي هي بتنتج او بتصدر لنا سياحه، هتصدر السياحه على ايه؟ على ضوء اللي هو الايه؟ الامان في مصر. المنتج الطلب الثاني بنطلب من الدكتور فخري عبد النور ان هو يبدا نشاطه في الدول اللي هي اوروبيه او دول الخليج برضه، بحيث ينشط عمليه السياحه برضه. بالنسبه لايه في الوقت الحالي مطلوب منه مجهود جامد اكتر واكتر يعني في المرحله اللي جايه ديت. بازار البدر، حاج بدر حسين عبد الوهاب، فاتحين هنا من سنه 60. انا اصلا خريج لسانس اداب علم نفس، بس الشغلانه دي بتاعت والدي وجدي، خلصنا اشتغلنا فيها. بتعيا بس ما بتموتش،
يعني احنا ايام حرب الخليج كنا بنشتغل، ما كانش فيه اللي بعد ثورة يناير طبعا ما فيش زيارة تنزل لان ما فيش حكومة، ففي زيادة بقى بره تيجي تبص بالليل الناس بس الواحد جاي جايب اهله وعيلته عشان يقعد على القهوة ولا يقعد على حاجة بيخاف يقعد لان ما فيش بوليس. شغلتنا دي مرتبطة بالشرطة، طول ما في شرطة وفي امان في الشارع في شغل. دلوقتي يعني بدأت تتعافى شوية بعد الأحداث الأخرانية، بس أنا عايزين أكتر. الأمن يرجع بجد، شرطة الساعة تاخد وضعها، شرطة المرافق اللي بتتلعق بقى الجائلين والكلام ده اللي بيبقوا في الشوارع بيغلسوا على الناس اللي نازلة، واحد بخطيبته، واحد سايح عربي، سايح مصري، سايح قصدي أجنبي، بيخاف ينزل لأن ما بقاش حاسس بأمان لكترة الصيح في الشوارع والبلطجية. حطت لي بنيكة، حطت لي باترينا، تطلع لي شوية حاجات بايظة، وبيبيع بالعافية، ممكن ينزل معاه من فوق لغاية ما يوصله لتحت. طبعا الراجل اللي عايز يخش ولا عايز يدخل عايز يرجع الاتوبيس عشان يمشي. فأول حاجة لازم شرطة الساحة ترجع بقوتها وتبقى جامدة كمان مع الأشكال اللي هي العيال الكرتية، العيال البياعين المتجولين، شرطة المنافق، أي حد نطلع حاجة بره يحطها على الرصيف، نرجع الشارع زي الأول للخواجات وللسياحة. زائد إن وزير السياحة عايزين يقوم بدور برضك لتنشيط السياحة، برامج عن مصر، يرخصوا شويه اللوكاندات اللي مقفوله على الفاضي، يعملوا جذب شويه، يحسسوا الناس ان في رسائل من هنا ان في امن وفي امان، هتلاقي الدنيا اشتغلت تاني. لكن احنا بقى لنا اقسم بالله 3 سنين بنصرف من جيوبنا، بس دي عشان شغله اهالينا وشغله اجدادنا، مش عايزين نقفلها. بننزل نقعد كده نشرب شاي وقهوه، عذر كنا بنمشي 5، بعد كده بقينا بنمشي 8. عايزين امان، عايزين ان الواحد يبقى نازل هنا مش خايف. ده سيدنا الحسين ده اعلى حته فيك يا جمهوريه مصر العربيه. الناس بتيجي تتباشر، تقعد تتفرج على الاثار، على السياحه، على الشوارع الامنه، الناس الطيبه، ما فيش الكلام ده دلوقتي، كله بيخاف. وانا هنا بقفلها من 7 لان ما فيش ابيض ولا احمر. من هنا ندفع فواتير كهرباء، فواتير تامينات، فواتير المعوزه، نظافه، الالتزامات اللي علينا. لكن دخل فيه دخول، فيه فلوس دخل، لا. عندنا بردك مصاريف، عندنا 1000 جامعات وعندنا 1000 مدارس، عايزين يصرفوا نجيب لهم حاجاتهم وطلباتهم. مفيش دخل هنا. لو في امن وامان وفي شرطه بجد وفي حكومه بجد هترجع احسن من الاول. وربنا يوفق لكل واحد الخير يا رب، في كل واحد شغلته لو اشتغل بجد هترجع الموضوع. اتكلم اقول ايه بقى؟ اسم حضرتك؟ حضرتك صاحب ايه؟ العبد الفقير طارق عبد الوهاب محمد. طب حضرتك قول لنا السياحة قبل كده كانت عاملة ازاي؟ الحمد لله فضل ونعمة، احنا نتعشى ان شاء الله الايام الجاية يبقى فيها كل خير ان شاء الله بإذنك يا رب. لكن احنا الحمد لله على السراء والضراء. تمام. السياحة قبل كده كانت عاملة ازاي ودلوقتي بقت عاملة ازاي؟ والله هي بقى لها بتاع 5 سنين الحمد لله ادينا مستحملين لغاية ما ايه نستنى فرج رب العزة. تمام. ايه اللي بتطلبوه من الدولة توفره عشان السياحة الامن والامان والسياحه يهتموا بيها شويه بس. عشان السياحه صعب قوي، هو مخلينها اي يعني اخر حاجه اقتصاد البلد. طب هل حد جه من المسؤولين يتكلم معاكم هنا؟ لا والله ما فيش حد بيجي بغير بيقول هاتوا فلوس، هاتوا فلوس. بتاع النور بيقول هاتوا فلوس، بتاع الضرايب بيقول هاتوا فلوس، بتاع مش عارف ايه بيقول هاتوا فلوس. طيب انتوا بتطلبوا بقى منهم ايه؟ بتطلبوا ايه من وزير السياحه؟ بنطلب من ربنا ان ربنا يهديهم علينا بس كده، يهدي بتوع الدولة علينا.